عم تترافقوا معنا بلبنان العالم العربي والعالم. نهار حلو نهار موفق بتمنى لكم اياه، ومثل ما شمس شارقه اليوم بلبنان وطقس حلو ان شاء الله الشمس بتشرق على كل تفاصيل حياتكم وما بيكون في ولا اي موضوع مظلم. مؤخرا عم تابع تي في سيريز هي الى فتره عالميا مشهوره ذا جيم اوف ثرونز، مين منا ما سمع فيها اذا ما حضر حلقه منا اقله او تابع سيزون 1 ل 5. سيرزي لانستر وهي احدى الشخصيات بها تي في سيريز يلي بتجسد شخصيتها الممثله لينا هيدي، عندها هيك جمله بتقولها لفتتنا من يومين انا وعم بحضر حلقه بسيزون 2، بتقول فيها انه ذا جيم اوف ثرونز in the game of thrones we either die or win there's no middle ground، بما معناه انه بلعبه العروش او منخسر او منربح، وهيك الحياه كمان ما فيها حل وسط، او منربح او منخسر فيها، والحلو انه ورقه الربح هي بايدنا نحن، فينا نعمل اي قرار نصنعه ونحول كل شيء تعيس وكل شيء عاطل لربح بايدنا. فخلونا اليوم ما نتردد ابدا انه نستغل هالورقه الرابحه بايدنا ونحولها لصالحنا، لانه الحياه قصيره، الحياه ما حدا بيعرف شو مخبيت لنا، فخلونا نستفيد من اليوم وما ننطر ابدا للبكره. وبالحديث عن الحياه خاصه انه هذا شهر هو شهر الحياه، خاصه انه نحن على ابواب فصل الربيع فيه وهو فصل الحياه، الطبيعه حتى بترجع بتفتح اوراقها وزهورها، فصل عيد الأم، فصل الحنان كله، لأنه هي يلي بتعطينا الحياة بما كل ما فيها من جمال وحب والحياة نفسها. وأيضا بختام هذا الشهر ما تنسوا ليلة 28 و29 أدار نرجع للتوقيت الصيفي، يعني منصير نوع الصبح حتى لو عينا كتير بكير بتكون الشمس شارقة، وهيك بكون عنا نشاط أكتر لنهار جديد. نهار جديد عبر صباح لبنان، صبحيه جديده بترافق فيها انا وياكم مشاهدينا من هلا ولساعه 11:30 مع مواضيع متنوعه مثل العاده، فبدعيكم انه تابعوني بهيدي الحلقه. البدايه مثل العاده مع ناهي باسيل وفقره فتنس يلي اليوم من خلالها ناهي بياخذنا لعالم اخر رياضي وبيشدد على عضلات جديده ممكن تفيدنا لحتى نقلع نهارنا بنشاط وحيوية. أكيد فقرة تانية فريدي أوف ذا وورلد دايما جاهز مثل كل نهار خميس لحتى أنا وياكم نعمل جولة موسيقية. اليوم الفقرة يعني ما بعرف كدول. صباح الخير فريدي. صباح النور. اليوم كدول الفقرة لأيوة. اليوم يعني أنا مش إنه غرام الشيء اللي رح تحكي عنه، هو أول هيك يعني. أول شغلة علقتني بالمسرح اليوم. عن شو رح نحكي؟ نوتر دام دو باري. شو قلت بدك الناس ماضي؟ يعني هالهيت يلي صار بالعام 98 مع ريشار كوشانت ولوك بلاموندون وبرم العالم كله، يعني في حافظهم ليك تعال قدم عني عن جد عم بحكي ليك انا حافظها يعني انا ببلش لحن بلحن كلمه بكلمه ففريمون لانه شو برمت العالم خلت بلد عن جد هالمسرحيه ووصلت على لبنان انا حضرتها ببيت الدين اكشولي صحيح عن جد برم البلد وترجموها لكذا لغه بالعالم مش مقبول مسرحيه حلوه رح نعمل هيك راوند اب على المسرحيه كده. عظيم رح نتابعك بعد شوي فقره الميوزك مشاهدينا كمان منتابع وخلال الحلقه ضمن فقره اجندا نحن رح نترافق مع لطيفة الهاشم يلي رح نحكي معها أكثر عن سبرينغ فيستيفال وهي من جمعية قدرات حتى نحكي عن سبرينغ بازار خلال هالفقرة. الفقرة التالية اللي بعدها هي فقرة سوشيال إيفنت. مثل ما سبق ومر حكينا عن إغارة غابة الأرز، كمان اليوم بيرجع الموضوع بيطرح حاله لحتى مع أبطال الجيش اللبناني نجهز حالنا ونروح معهم. ضيفة بالاستوديو رجا سعادة لحتى نحكي معه أكثر عن هالموضوع. أكيد من الفقرات أسابتة ببرنامجنا فقرة زاست مع شيف نادين أسيس. صباح الخير شيف. صباح الخير للجميع. شو أخبارك؟ سافا سافا شادي ماشي الحال؟ كتر خير الله سافا. نادين اليوم شو رح نحضر؟ اليوم شادي نحن بدنا نعمل طبخة إذا بدنا ناخدها هي طبخة تليانية. نعم. الباستا بقولة هي الباستا بس بصلصة البتنجان. اسمع شوي غريب هلأ بنحكي عنه خلال الحلقة بس على الأكيد أنه أكلة كمان صيامية. خي يعني يلي عنده باذنجان بالبيت يحضرون للطبخة يحضرون يعملون كيوبز ويلا وانا جاي يلا جريت. فاذا انا بشوفك بعد شوي نادين. اكيد مشاهدينا من بعد فقره زاست ختام الفقرات اليوم مع سلام سعد يلي معه بنروح على عالم اتيكات جديد لحتى نتعلم اصول وتفاصيل حياتيه يمكن
هيك ما بننتبه لأوقات بحياتنا، بس هي صدقوني عن جد ضرورية ومهمة وأولية. ولكن قطار برنامجنا ما بينطلق من دون الفقرة الرياضية، من نشط حالنا بنبدأ نهارنا بقوة بنشاط بحيوية. فتنس مع ناهي بسيل. مشاهدينا، من بعد فقرة الرياضة أكيد منتابع صباح لبنان، وأنا بدعيكم تعملوا رياضة أقله، حتى لو نزلتوا ركضتوا شوي ما ضروري تروحوا على الجيم قد ما فيكن، ولكن حافظوا على رشاقتكن ولياقتكن، لأنه يلي صحته قوية في يعمل كل شيء بيحلم فيه بحياته. بالحديث عن فريدي قبل شوي اللي رح يحكينا أكثر عن نوتردام دو باري، هالميوزيكل يلي نعمله أدابتاسيون من فيكتور هوغو رائعة وشيدوفر يلي كتبها. كمان بالحديث عن الحظ، قبل ما ترسي الأمور على إيلان سيجارا تم اختيار نوا لحتى تقدم وتأدي دور إزميرالدا بالمسرحية، ولكن اعتذرت لظروف معينة، يمكن ما كانت عارفة أنه المسرحية هالقد رح تاخد تميز ونجاح بالعالم كله. فأوقات هيك خياراتنا بتودينا لمطارح ما منكون عارفين لوين ممكن توصلنا. أكيد تفاصيل كتيرة رح نرجع أنا وياكم مع فريدي لحتى ننضم لبرونو بيلتي، لإيلان سيجارا، لكتار فنانين جاروب، يعني رح يحكيكم فريدي عنهم كلهم ضمن فقرة ميوزيك اليوم عن نوتردام دو باري. مرسي شادي. صباح الخير مشاهدينا، صباح لبنان، صباح الموسيقى. مثل ما كنتوا تعرفوا اليوم حلقتنا عن نوتردام دو باري، هالمسرحية الفرنسوية الكندية تحديدا من كيبيكوا، من كيبيك، بلشت بباريس سنة 1898. كمان كما قال زميلي شادي، هي المسرحية مقتبسة عن القصة المعروفة الهانشباك اوف نوتردام، نوتردام بوسيو دو نوتردام، اللي عملها فيكتور هوغو او 1831. بالكتاب لفت لي نظري بالقصة، كان فيكتور هوغو كثير عم بوعي العالم عن الاركتكتشر تبع فرنسا، الجوثيك اركتكتشر، يعني اللي عم بجربوا يمحوهم تيرجع يبنوا بنيات جديدة مثل ما عم بصير عنا هون. كان ات واز ذا مسج بالكتاب كمان، انه عم جرب وعيهم انه روقوا شوي، خلوا الاركتكتشر القديمة تضلها موجودة. المسرحية، الموسيقى المسرحية كانت من الموسيقى الايطالي العبقري ريتشارد كوسيانتي، والليركس كانت لوك بلاموندون، ترجمها بالانجليزي ويل جينينجز، عملوها فيرسون انجليزي وفرنسي، ورح نرجع نسمعهم شوي شوي هلا بخلال الحلقه. رح نبلش باول غنيه، نوتردام دو باري، هي لي سان بابيي، وهلا برجع بشوفكم. بتذكرك شايف انت عم تحكي لي بتبلش عن جد مش معقول. بتعرف انا اول مره بسمعها بالكوري، تلياني ما معقول شو حلوه اصلا، تلياني انا لغه غرامه بحبها، بس اتس يو اند سونغ هيدا، اي لاف ات اي لاف ات اي لاف ات. انجليزي فرنساوي كوري تلياني واسباني، فرد غنيه فرد مسرحيه جيرمان كمان ما سمعناها. ايه بس داتش. ايه مزبوط صح. بس خلص مانجو لانجويج صرنا حلقتنا خلصي خلص. لا بليز عندي كثير بس كفيه، بس حسب الوقت. فريدي ثانك يو ا لوت. ثانك يو شادي. ودايما هيك يعني بتاخذنا لعالم من الموسيقى يلي عن جد ما فينا نعيش بلا موسيقى. عن جد الموسيقى عالم تاني اللي بلو مثل الولاد تفهمون ابدا. نحن نرجع نلتقى فيك الخميس الجاي على راد. الله راد. انا بدي اقول لك بون ويكند. سيم تو يو. ثانك يو لك. ثانك يو شاد. ثانك يو. عبر صباح لبنان مشاهدينا، متابعين حلقتنا لليوم، اكيد مثل ما دائما بنوعدكم بتقارير خاصه من خارج الاستوديو. مؤخرا تم اطلاق مؤتمر صحفي لاطلاق الدوره 11 من معرض الفنانين الشباب للفنون الجميله بلبنان تحت عنوان جبل، برعايه السيده لما تمام سلام. تم تنظيم هالمعرض واطلاقه لحتى يكون منظم من 14 ل 16 ايار 2015. للمرة الأولى أقيم هالحفل وسوف يقام بسان جورج مطرح ما تم الإطلاق. وتضمن المؤتمر مداخلات لينا القصار، وهي مديرة الأعلام والإعلان والتسويق بفرنسا بانك، أيضا إلى جانب المديرين الفنيين للمعرض وهن لوردو ديل وباسكال أوديل. أكيد كاميرا صباح لبنان كانت موجودة وواكبت هالانطلاقة تحضيرا ل 15 و16 ايار 2016، ورجعت لنا 2015 عفوا، ورجعت لنا بهذا التقرير، منتابعه سوا.
الصحافة والإعلام الكرام، الحضور الكريم، برحب فيكم وبشكر تواجدكم معنا للإعلان وبكل فخر عن إطلاق معرض جبل 2015 كمبادرة لمصرفنا فرنسا بانك. النسخة 11 هي جبل مثل ما بتعرفوا من من منعرف المجتمع الفني على جيل شباب معاصر بالفن حابين ينطلقوا. هالسنة يلي حبينا نزيده ونضيفه هو انه اعطيناهم مثل فكرة حابين انه يتمحور حواليها هيدا المعرض، ويلي هي حتجرب تخليهم يفكروا ويطلعوا بإبداعاتهم بعد أكثر لحتى يصوروا لنا لبنان يلي بيتخيلوه، إن كان لبنان اللي مضى بس الأكثر والأهم هو لبنان اللي جاي، وحابين إنه يكونوا هن عم يعطونا حلمهم لهيدا لبنان اللي جاي، ويلي لحنا منتأمل إنه يكون لبنان فرح ومحبة ولبنان سلام. Pour nous, ce qui est important, c'est que les artistes n'aient jamais exposé dans une galerie d'art. Le but, c'est quoi? C'est justement de pouvoir leur ouvrir le monde de l'art et qu'ils puissent exister, exposer dans des galeries, à Paris, à Beyrouth, à Dubaï, à New York, pourquoi pas. وهيك تابعنا عبر صباح لبنان هذا تقرير، ودايما بنوعدكم بتقارير خاصة من خارج الاستوديو. أكيد برنامجنا بيتابع لمدة ساعتين ونص من الوقت اليوم. ضيفتي بالاستوديو انضمت لإلي السيدة لطيفة الهاشم، وهي رئيسة لجنة النشاطات الاجتماعية بجمعية قدرات. صباح الخير. صباح النور. شو أخبارك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. أول شيء أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان. ماشي أهلا. نحن موعدنا بعد الفاصل رح نكون عم نحكي عن بازار الربيع من تنظيم جمعية قدرات، وشو كمان؟ هو عن البازار مثل ما قلنا. نعم. عن الجمعية كمان، مين هي وشو بتعمل شو نشاطاتها، عن العارضين اللي هني رح يشتركوا بالمعرض. عظيم. فإذا كل التفاصيل لمشاهدينا من تبعها مع ضيفتي ومعكم بعد هيدا البريك. خليكم معنا، نو زابينج، صباح لبنان بتابع. عودة لمتابعة صباح لبنان، برحب بكل الأشخاص يلي هلأ انضموا لصبحيتنا. أكيد ما تنسوا أنه إذا ما عم تقدروا تابعونا عبر لايف عبر تلفزيون لبنان، أكيد تتواصلوا معنا عبر تويتر @صباح لبنان وصباح لبنان الصفحة الرسمية على فيسبوك، وريران لحتى كل الحلقات ما تفوتكم، وكل السيجمنت إذا عبالكم تحضروا شيء معين teleliban.com.lb برامج صباح لبنان، وبتفوتوا على اللينك اللي بدكم ليه لحتى ترجعوا تابعوا الحلقة. مثل ما ذكرت قبل الفاصل رح نحكي عن جمعية قدرات وبازار الربيع، كل التفاصيل ضمن أول فقرة. ضيفتي بالستوديو برجع برحب فيك رئيسة لجنة النشاطات الاجتماعية بجمعية قدرات السيدة لطيفة الهاشم. أول شيء إذا بدنا نبدأ لحتى نعرف عن جمعية قدرات، هيك نعطي نبذة عن هالجمعية، مين جمعية قدرات؟ جمعية قدرات هي مجموعة أشخاص، أشخاص فاعلين بالمجتمع يعني وعندهم مراكزون. أسسوا الجمعية من 10 سنين، صار عمرها 10 سنين هلأ، ونحن يعني مستلمين مراكز مهمة. وقت اللي طلعوا بالفكرة من 10 سنين كانوا عم بهدفهم انه يحاربوا البطاله بطريقه انه يعملوا فورماسيون، يعني اعاده تاهيل للشباب، الشباب الحديثي هلا مثلا باردون للجان، يعني اللي مخرجين من الجامعه، لانه في كتير شباب بيكونوا مخرجين بس ما عندهم السكيلز انه كيف يقدروا ينزلوا على العمل، على الساحه العمليه، على سوق العمل. على سوق العمل. فاللي نحن بنعمله انه نحن بنعمل لهم تدريب بالنسبه للخبرات، بنعطيهم خبرات زياده غير الاشياء اللي بيدرسوها، بنرجع بنعمل لهم اورينتاسيون، يعني يمكن الشاب بيكون عم بيروح على مطرح عم بيتخصص بشيء بس هو مش هيدا هو الشيء اللي هو بيلائم شخصيته او بالشيء اللي بيحبه. صحيح، هذا توجيه مهم لحتى يقدر الشباب يكون عم يختار يعني يلي عباله يكمل حياته فيه بدقه
وبهيك طريقه صائبه فعلا. مزبوط، لانه بيوصلوا، في كثير شباب بنعرفهم بيوصلوا لمطرح بس ينزلوا على السوق بيلاقوا انه هن او ما بيبرعوا بهذا الشيء اللي عم بيعملوه لانه او ما بحبوه او ما عندهم الكاركتر تبعوه لهيدي المهنه. نعم. او يمكن الشيء الاختصاصي اللي عم بيعملوه بيكون منه موجود بالسوق، يعني ما بيتطلبوا سوق العمل. مشان هيك هلا نحن هيدا التيتر تبعنا انه نحن نوجه الشباب لحتى نحارب البطاله ونمنع الهجره من لبنان، لانه كلنا بنعرف انه اغلبيه الشباب هلا كمان عم بيتخرجوا عم بيرجعوا لانه ما عم بيلاقوا شغل بالدومين اللي عم بيتعلموه، عم بيرجعوا بفضلوا يسافروا لبرا ويلي اهالينا عم بيخسروا اولادهم يعني. صحيح للاسف. الجمعيه كيف تطورت؟ يعني قلت من 10 سنين. نعم. شو الخطوات يلي هيك تغيرت وتطورت فيها على مر هالعشر سنوات؟ هلا نحن كجمعيه مثلا عملنا عده نشاطات على الارض، مثلا خلقنا مراكز تاهيل بالضيع بالكره النائيه مثل ما بيقولوا، يعني بالتعاون مع البلديات عملونا تنقول صاله، ونحن كنا عم نجهزها ان كان بالمكاتب او بالكمبيوتر، يعني عم نامن لهدول الشباب انه نعمل لهم دورات على الكمبيوتر على الانجليزي نعطيهم لغات. كمان عملنا شغلة تانية انه فتنا على المدارس، على المدارس الخاصة والمدارس الرسمية، كمان عملنا مثل ما كنا عم نقول اورينتاسيون، يعني انه نرجع توجيه مهني وين لازم يتوجهوا، شو المهنة، كل مهنة شو بتتطلب من انك تدرسها او يكون عندك الشخصية تبعيتك. نعم. شو الصعوبات اللي بتواجهكم كجمعية هالقد ناشطة بحق المجتمع ويمكن بحاجة لإيدين تمتد لها وتساعدها، كيف بتواجه هالصعوبات اللي ممكن تعترضكم؟ صراحة نحن هلا ما بننكر انه ما في عنا صعوبات، بس اكيد بالتكاتف اللي نحن كجمعية الحمد لله يعني عم نقدر نتخطاها. يعني انا هون بدي اقول شغله انه نحن كاعضاء بالجمعيه نحن فولنتير، يعني عرفتي، وكل الاشياء اللي نحن عم نعملها بنتكل فيها على مجهودنا الشخصي. واكيد وقت اللي بنكون عنا بروجي كبير بدنا نعمله كمان مثلا نتوجه في عنا مثلا تبرعات او حدا بيقدر يساعدنا بهيدي الطريقه. مشان هيك ما بنحس، يعني اكيد ما في شيء سهل وما في شيء هين، بس بالاراده والعزم بنقدر نتخطاهم. يعني اصلا دائما يعني العمل التطوعي بيكون عنده طابع خاص ان كان بسمات الاشخاص هن نفسهم يلي بيكونوا مشاركين او حتى بطريقه المساعده. قد ايه مهمه هالشغله؟ بتنظم جمعيه قدرات من 19 أدار ولاثنين نيسان بازار الربيع. شو هو بازار الربيع؟ هلا شو هو بازار الربيع؟ من هيدا المنطلق اللي كنا عم نحكي فيه رح ارجع شوي اريال، انه هي بتحارب البطاله. البطاله مش بس للشباب، كمان للاشخاص الموجودين، يعني بدنا نثبتهم هون بهيدا البلد. في كثير اشخاص حرفيه بيشتغلوا بالايد بس ما عم بيقدروا يلاقوا فرص انه يقدروا يسوقوا المنتجات تبعولهم، وخصوصا انه نحن صارت الحرفه على زوال، يعني صار كل شيء عم بنشتريه بالسوق هو ريدي ميد. بقى لحتى نشجع هدول الاشخاص انه يسوقوا البضاعه تبعيتهم يوثقوا اكثر بالبلد اللي نحن عايشين فيه، طلعت الفكره انه نعمل بازار الربيع يلي هو مثل معرض صغير. نعم. لاشخاص حرفيين هن بيشتغلوا بايدهم يعني، ونعرفهم نفتح لهم افاق جديده، اسواق جديده، نوصل المناطق ببعضها، يعني مثلا اللي بالشمال او بجبال او بجونه مثلا يقدر يتواصل مع بيروت مثلا مع اجنوب، يعني نقدر نعمل لينك بين المناطق. يعني هون عم توسعوا لهم نطاق سوق العمل. نعم. وعم تشركوهم بهالهم يلي هن كمان عندهم هم واحد. مزبوط. وخاصة أنه اليوم الحرفة اليدوية صارت شوي شوي عم تنقرض للأسف، يعني صاروا كتير قليل يلي بيمارسوها. من وين جمعتوا هالأشخاص وكيف تم التواصل معهم؟ هلأ نحن الأشخاص اللي راح يكونوا مشتركين بالمعرض هلا هدي اشخاص حرفيين واكيد موجودين بكل المناطق، يعني في عنا حرفيين من طرابلس من جبال من الجنوب، في من جونه، في ببيروت كابينا. والحلو انه الاشخاص في عنا رح يكون في اتوليه مباشر يعني حي، يعني مثلا الفخار رح يشتغل على الفخار، رح يكون في عنا تأشيش كراسي، رح مثلا تشترك معنا المؤسسة اللبنانية للمكفوفين يلي هن بيعملوا قش كمان،
رح يكون عنا دانتيل بروتون، رح يكون عنا تطريز يعني رسم على الإزاز. يعني ما بدي أقول شغل إنه مثلاً بقى بتكون أنت موجود عم تشتغل بيصير مثل ما أقوله دبوش ألوراي. يعني مثلاً إذا أنا جيت قلت لواحد عاملين معرض وهيك بهذا التوجه ما فيك تتصور، يعني كأنك عم تزرع بذرة وكيف بتنمى بصير الأشخاص. نحن بدنا، نحن حابين نشترك، يعني عم بيلاقوا فرصة لقلهم إنه لا لازم نشترك، وخصوصا إنه المطرح اللي نحن مشتركين فيه هو بنص بالمدينة، يعني بنص المطرح. وين رح يقام المعرض؟ رح يقام بالبيأشفي بالبيروت مول، يعني رح يكون المطرح مساعدنا إنه في عنا مساحة، في عنا اللوكال، يعني رح يكون مجهز إنه هني يكونوا عم يعرضوا غرادهم بطريقة إنه يعني مأمنين، يعني مثل ما بقولوا إنه مش يعني هون مأمنين من ناحية تأمين ستاندات، تأمين المكان، تأمين كمان الزوار، لأنه كمان أنتم موجودين بمنتجع يعني تجاري بيستقطب عدد كبير من الناس يلي ممكن تهمهم هالأمور. كيف يعني رح يستمر؟ فإذا من 19 أدار ل 2 نيسان كيف رح تتقسم المهام؟ يعني من أي ساعة لأي ساعة رح يفتح أبوابه المعرض؟ كيف رح تتم طريقة البيع على كل ستاند، أو رح يكون في صندوق مشترك لكافة يعني المشاركين؟ هلا المعرض هو ببلش من 10 الصبح مثل توقيت المول، لأن احنا بالمول رح يكون من 10 الصبح لل 10 عشية، بس ب 19 الشهر رح نعمل افتتاحية على الساعة 4 بعد الظهر، يلي هي انه اكيد بندعي كل الاشخاص انه يتفضلوا يشرفونا ويشاركونا بهالايفنت الحلو. بالنسبة للبيع لا، كل واحد بيبيع لحاله، ما عاملين صندوق مشترك نحن، يعني كل عارض هو مسؤول عن البرودوي تبعوله، هو اللي بيبيع ديركت، يعني هو بيتعامل مع الأشخاص اللي بيجوا لعنده أو مع الزوار. يعني قد هالخطوة مهمة اليوم لجمعية قدرات لحتى تكون هي هالأرض الخصبة اللي عم تحكي عنها أنه بنزرع فيها بذرة لحتى تتكاثر وتنمى، وهذا مشروع من عدة مشاريع رح تقام. في مشاريع عم بتحضروا لها لقدام شوي؟ في عنا صراحة عنا كذا مشروع. هلا في عنا مشروع عم بنشغل عليه يلي هو المهنة يلي نحنا كنا عم نقول عن المهن. رح نعمل الأنسيكلوبيدية على سيديات، نقول نعمل مثل انترفيو مع كل صاحب مهنة انه هيدي المهنة شو بتتطلب لتتخصص لها، شو بتطلب اختصاص، شو البوزيتيف والنيجاتيف تبعولها، ويتصوروا كلهم على سيديات وينطرحوا بالسوق لحتى العالم تتعرف اكثر عليها. وفي عنا بروجي تاني انه عم نخلق هلا مشروع انه نفتح مثل انستيتو لتعليم الستات بالقرى النائيه مثلا اللي بدهم يشتغلوا يحسنوا وضعهم المادي، يعلمون مثلا التطريز، الخياطه، كمان هيدا بروجي عم نشتغل عليه. هذا يعني بروجي فعلا كثير مهم واساسي اذا فيي اقول. في نشاطات اخرى بعدكم عم بتتابعوها لليوم يعني عندها تتمه او ملاحقه مع اشخاص معنيين كمان بالجمعيه؟ لانه انتم هالقد حريصين انكم مش بس تطلقوا مشروع انما تتابعوه للاخر كمان. هلا في عنا بروجي هلا عم نشتغل عليه غير المعرض. في عنا بروجي عم نطلقه بطرابلس كمان عم نشتغل عليه، يلي هو كمان مثل ما كنا عم نقول انه نخلق بطرابلس مركز تاهيل وتدريب على الكمبيوتر وعلى اللغات. يعني هيدا نحن هلا ماشيين فيه وعم نشتغل عليه ومحطين مثل ما بيقولوا حاطين أمالكم عليه وكل هيك ضغط الشغل. أنا هون بدي أرجع أجدد الدعوة لكل المشاهدين، فإذا نحن على موعد مع بازار الربيع من 19 أدار لحتى 2 نيسان بأشفي بسيتي سنتر، كلنا بسيتي مول عفوا بسيتي مول، فإذا تبهوا ما ضيعوا العنوان سيتي مول بأشفي لحتى كلنا نتوجه، وكلنا مدعوين ب 19 أدار بأشفي سيتي مول لحتى نروح ونكون عم نشهد على افتتاح المعرض وإطلاق هالمعرض من خلال هالإيفنت المميز يلي رح يكون. أنا بدي أضيف شغلة إنه إذا حدا بحب يعرف information أكثر يزور السايت تبعولنا kudorat.org أو يحكينا على التليفون على 03-863-1538، كمان عم نقدر نساعدهم ونعطيهم معلومات أكثر. أكيد. أنا بدي أتشكركم. أهلا وسهلا فيكم. بدي حملك سلام لكل أعضاء الجمعية ويعطيكم ألف عافية على جهودكم. يا هلا. ميرسي. أهلا وسهلا. يعطيكم العافية.
مشاهدينا صباح لبنان أكيد بتابع. بعد الفاصل رح نحكي أكثر عن سبق إغارة الأرز. ضيفة بالستوديو رجا سعادة، بدي صبحك بالخير، شو أخبارك؟ مش الحال، تمام. أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان. بعد الفاصل رح نكون عم نحكي أكثر عن إغارة الأرز مع البطل الجيش اللبناني. من أي متى لأي متى السباق؟ سبق نهار الأحد من الشهر، بس من هو من أي نهار ساعة قبل من الصبح بكير الساعة 5 الانطلاق، الساعة 5. بس هو أفضل يجي واحد قبل بنهار. نعم، يعني يلي تسجلوا قبل بيجوا قبل بنهار ليحضروا البريفينج ويعرفوا كل شيء، والمنامة مأمنة لهونيك ليقدروا ينطلقوا. أكحل كل التفاصيل رح نحكي عنها، ولكن بعد الفاصل معك رجا سعادة. مشاهدينا خليكم معنا لحتى نحكي أكثر عن هالموضوع بعد الفاصل، خليكم معنا. صباح لبنان بتابع. من أرز تنورين لأرز الرب أرز بشري، سبق إغارة غيبة الأرز هو موضوعنا التالي، فتابعونا. للمرة السابعة بنظم فوج المغاوير وتحت رعاية قائد الجيش العماد جون أهواجي، تحية أكيد لإله ولكل شهداء الجيش اللبناني ولكل مغوار باسل عم يدافع عن حدود الوطن لحتى نحن نكمل حياتنا بطريقة طبيعية. للمرة السابعة بقيموا سباق إغارة الأرز. سنة على سنة التحضير والتنظيم عم بيكون كتير منيح. إكسبرينس نتشارك مع الجيش إكسبرينس كتير حلوة وما ممكن يعيشها محل تاني. ما يتردد حدا، منشجعهم نحن اختبرناها ويعيشوا التجربة جدا حلوة جدا وطنية جدا راقية. منحس كل شيء مجهز، يعني وجود الجيش مجهز على المسار، ونحن كصليب أحمر منتشرين على كل المسلك الجبلي. بتمنى أنا هالسنة يكون في مشاركة كثير قوية بهذا السباق. بشكر الجيش والمغاوير، منشجع العالم يجوا يشتركوا، يلي ناطرهم شيء كثير حلو. صار وقت تكون مغوار، وعلى كل حال كل واحد منا هو انسان برتبه مغوار لما الحاجه هيك بتنادي، لما الواجب بينادي. لما الواجب بينادي. رجع سعادة صباح الخير من جديد، انت معنا لحتى نحكي اكثر عن هالسباق. خليني ابدا اول شيء من الهدف الاساسي لاقامه هالسباق الى جانب مغاوير الجيش اللبناني. لك هذا السباق مش اول سنه بينعمل، يعني صار له 7 سنين هلا بينعمل. أول شيء كانت الفكرة أنه يعطوا صورة للجيش غير يلي كل الناس مفكرينها، أنه الناس مفكرين أنه الجيش بس على بالحواجز أو على الحدود أو، وكمان الجيش يعني من وراء هذا السبق قدر يعرف المدنية على عليه هو، على كيف يعني يقرب المدنية منه إذا بدك. بقى من وقت ما بلش السبق كان كفكرة أول سنة عمل، هلأ صار مثل يعني صار كل سنة الناس بينطروه مناطره، ومثل ما عم بتشوف سنه عن سنه الفيلم اللي عرض بيحكي عن حاله، سنه عن سنه عم بصير التحضير احسن وعم بتصير المشاركه اكثر وعم بصير يمكن يعني هذا اقوى اذا بدك سبق بالشرق الاوسط بشيء خاصه بجبال يعني عم بصير. صحيح. هالسباق يعني اول شيء لازم يندرس طبيعه الارض يلي عم ينطرح من خلالها. خبرنا اول شيء ليش تم اختيار يعني أرز تنورين والمسلك باتجاه أرز بشري؟ ليك كل جبالنا حلوين، يعني إذا بتروح من جبل الشيخ للضنية كلها بينعمل فيها سباقات. هلأ من الأول طلعت الفكرة أنه هونيك من هيدي، لأنه كان في كمان بالصيف بينعمل سباق اسمه من سكنة لسكنة وحده في سكنة وكان بيوصل على سكنة الأرز. صحيح. وصارت بالشتوية كمان من الفكرة هي أنه من أرز يعني يلي هو العلامة تبع لبنان على شعار لبنان على العلم، لا أرز للأرز تبع الرب، ومساقب إنه المسلك كتير حلو. صحيح. يعني واحد ما بيقدر يتصور قد ايه حلوين جبال لبنان إلا ما بيشارك بهذا السبق ليطلع يشوف عن قريب قد ايه حلو. صحيح. رجعك حار، رح نتشارك أنا وياك والمشاهدين بالخريطة يلي رح يكونوا عم يتوجهوا من خلالها، وهو توجه من أرز تنورين مرورا بجبل الرحوة. الرهوة. الرهوة. صلح لي إذا أنا غلطان. بعدين منوصل على
جرود القنديل، بنمرق من بعدها بسيدة النجا، حجر الجميل، الجورة، وصولا لأرز بشري، ولا الالتيتود اللي بيوصل ارتفاعها لل 2300 تقريبا، 2350 شيء على 2350 وبنرجع بنزع على 2000 اللي هن أرز الرب على 2000 متر. هل هالمسلك كله يعني رح يكونوا المشاركين من خلاله عم يمشوا كل المسافة او عم يركضوا كل المسافة او مقسم على مسارات معينة؟ ليك هو السبق ثلاث مسارات معمول للاشخاص مثل ما بدهم. في اول مسلك يعني في عندك اقوى شيء اللي هو 45 كيلومتر، لانه بيطلع بيوصل على 2500 متر بيرجع بينزل للثاني جهه، يعني بيرجع بيوصل على القرن السوداء بتعرف يعني 3060 متر. نعم. وبيرجع بينزل على هذا اللي هو اطول شيء. صحيح. وبيرجع في شخص ينقل 30 كيلومتر اللي هو كمان صعب، يعني هو المسلك اللي هلا انت عديته. وفي الاشخاص اللي بنقوا 12 كيلومتر اللي هي بواسطة الركاد، لانه هو السبق يا بواسطة الركاد فيك تعمله، تحط ركات بإجرك. بس نقصد ركات يعني شو منكون عم نحدد هيك لنشارك المشاهدين اللي الركات هي يعني سنو شوينج بالإنجليزي، هي بتحطها تحت إجرك تمشي عليها مشي. نعم. وفي كمان السبق فيك تعمله بواسطة سكي دراندوني أو الكروس كونتري سكي أو باك كونتري سكي، هو نوع من السكي فيك تمشي فيه كمان، مش بس بتتزحلط فيه، فيك تمشي بتطلع على راس الجبل وبتنزل فيه. صحيح. ده ظروف طبيعية، وخاصة هلأ يعني مع هالشتوية الحرزانة عنا بلبنان، انتو اخدين تدابير احترازية، اخدين تدابير الى جانب الصليب الاحمر اللبناني والى جانب كمان لحتى يكونوا الناس بأمان. هنا اكيد مع الجيش بأمان، ولكن في كمان الامان الصحي هون عم نحكي عنه. ليك مثل ما قلت لك من 7 سنين عم ينعمل هالسبق، كل سنة نعمل بحي الله ظروف. يعني كان في ايام مرقنا فيها كان عواصف عملوها، في ايام ما كان في ثلج مثل هذيك السنه اذا ذاكر ما كان في ثلج، كمان قرروا المغاوير انه لا بدهم يعملوها، بس هاي السنه مساقب احلى ظروف لانه في كتير ثلج من ارز تنورين لارز الرب في ثلج، وبذات الوقت طقس حلو كتير كيف اليوم الطقس، كمان الاحد مساقب مثل اليوم، طقس حلو كتير على كل حال بلبنان. هيدا دعوه لكل المسافرين انهم يرجعوا يجوا بهالفترة. عم نشوف كمان صور مع المشاهدين لحتى هيك تعطيهم فكرة أكثر عن شو ناطرهم خلال هالنهار. خلينا نحكي شوي عن التحضير ما قبل، يعني قديش بده يكون في تحضير نفسي تحضير جسدي. قلت أنه قبل بنهار لازم يتوجهوا لعندكم أو يكونوا موجودين. خبرني شوي. يحقلك قبل سألتني عن السيفتي كمان، عن شو وسائل الأمان. الأمان صح. أنت لازم تعرف أنه زيادة عن المغاوير اللي هنا منتشرين على كل المسلك، مع خيام بكونوا نايمين من قبل بنهار ليحضروا، مع موجود عندهم مناطق للتدفئه اذا حدا برد، اذا حدا ما قادر يقدر يكفي السبق. نعم. وسيستم ليقدروا يجلوا يلي بطل بدهم يعملوا، يعني فيهم اذا حدا تعب على نص المسلك يرجعوا يردوه. وفي كمان الصليب الاحمر اللبناني كمان منتشر لحتى يكون ريدي اذا حدا تعب، مشان هيك يعني بامان كل المشتركين رح يكونوا الامان على المسلك تام 100%. طبعا. هلا ثاني شيء كمان التحضير، كرمال التحضير او اكيد هنا الاكيبات رح يكونوا ثلاث اشخاص سوا، يعني الشخص بده يلاقي الشخصين اللي معه، احسن شيء يكونوا تقريبا بذات الليفل، يعني يكون مستواهم ذات الشيء حتى ما يكون واحد ياخر هوديك، لانه هو السبق عباره عن بده يبلشوا ثلاثتهم من الانطلاق ويوصلوا ثلاثتهم سوا على الوصول، اذا واحد وصل مأخر او ما وصل او هيك كلهم سوا بينعدوا كانه ما شاركوا. هي شغله. هلا كرمال التحضير كمان لازم الشخص يكون معه عدته الشخصيه، هي يعني بالسك ادو تبعه لازم يكون معه المي تبعه، ويكون معه اذا صار معه شيء يعني يكون معه جاكيت زياده وهيك. نعم. هول قصص بيقدر يشوفهم على الويب سايت شو لازم يكون معه. والتحضير اكيد بيكون شخص مدرب شوي ويجي قبل النهار يقدر ينام ويكون مرتاح لتاني نهار يعمل السبق. طبعا يكون مهيئ حاله. ذكرت الويب سايت اللي هو lab army l e b a r m y .gov.lb، هو يلي فيهم يعملوا لوج ان عليه لحتى يعبوا قصيمة الاشتراك. بس نحكي قصيمة الاشتراك اللي عم نتشاركها مع المشاهدين هلا على الهواء، يعني عم نحكي رسم اشتراك، عم نحكي تفاصيل معينة، شو بتتضمن هالقصيمة؟ رسم اشتراك ما في، بس اكيد بدهم ياخذوا التفاصيل، وبدهم انه كل شخص يلي عم يشترك يكون كمان عنده اسيورانس، يكون عنده تأمين. بقى بيعبي كل هودي، بيعبي القصيمة، وبعدين لما بيوصل على السبق قبل بنهار بياخذ الرقم تبعه وتبع الفريق اللي معه. وللأشخاص اللي عبالهم يقدموا أو يتقدموا بطلب الوثيقة لازم يتوجهوا على سكنة رومية. مظبوط. سكنة رومية للجيش، ويأخذوا معهم صورة شمسية. أيوة عن كل شخص. نعم. وصورة عن الأسيورانس طبعاً. وصورة عن. بس كمان كتير منيح إنه يلي بعده عم بفكر إذا بده يشترك أو لا بهول يومين يخلص، لأنه عم بتصير عنا كتير صعوبة، والجيش عم بصير عنده كتير صعوبة لما عم يوصل الشخص بده يشترك هونيك بكون
اوريدي سكروا باب الاشتراك، يعني يلي بده يشترك يشترك بين اليوم وبكره اخر المهلة. يعني اليوم وبكره اخر خانه اشتراكات بتكون مزبوط. مفتوحه او عبر ويب سايت الجيش اللبناني، رح ارجع اذكر فيه لحتى المشاهدين يلي عم يتابعونا يقدروا يعرفوا www.labarmy.gov.lb، او حتى فيكم تحصلوا على الاستماره من سكنه غسان رمان روميه، سكنه ابراهيم سلوم العقوره، او سكنه امين رحمه من الأرز. أرز. يعني هيدي هيك لتكونوا مأمنين أكثر وسائل متاحة لمشاركة الجميع. قد ايه العمر يلي بده يشارك بده يكون عمره أقل شيء قد ايه الشخص؟ لك كمان بين المشتركين في شخص يكون عمره أقل من 14 سنة بالمسار الصغير، مع كل جروب من صغار رح يكون معهم شخص معهم. نعم. مشان هيك ما في حدود للعمر. بس هن بالفرق مقسمين لأقل من 14 سنة أو أكبر. هون لما نحكي عن الفرق يعني كيف تقسيم رح يصير؟ فيهم يكونوا عائلات يمكن أو فيهم يكونوا أصحاب؟ يعني مثل ما بدهم كل ثلاث أشخاص سوا، كل ثلاث أشخاص سوا. هو بعدين بالنتائج مقسمين بين إذا هن فئة عسكرية، إذا معهم شخص عسكري بيكونوا مع العسكر مقسمين بالنتائج، أو مع المدنية، أو بيكونوا مع الأجانب أو مع اللبنانية. يعني مشان هيك مقسمين فئات. الانطلاق إذن أي ساعة؟ ساعة 5؟ ساعة 5. ساعة 5 الصبح، والوصول تقريبا يعني لكن الكل وصل متى متوقع أي ساعة؟ الوصول عندك الأول ناس بيقدروا يعملوها بثلاث ساعات تقريبا، وبعدين البقية بيقدروا بضلوا لساعة 12 وحدة يوصلوا شوي شوي. هلا في الشغلة إنه الشخص يلي مأخر كتير بيوصل لمحل بيقولوا له خلص يعني ما بقى يكفي السباق ساعتها بيرجع. هلا هون بدي أرجع نوه كمان بالتاريخ اللي هو 8 أدار أي الأحد المقبل، يعني بعد كم من نهار. مظبوط. بس منذكر كمان أنه من بسبعة شهر يعني قبل بنهار بده شخص يكون يعني لحتى يسمع يحضر البريفينج وهيك بروح قبل بنهار. لوين لازم؟ والجيش هونيك مأمن المنامة ومأمن في خيام وفي سقف بشار. البريفينج وين رح يصير تحديدا؟ بمنطقة الإطلاق، بمنطقة الانطلاق يعني. بمنطقة الانطلاق بتنورين حتى يكونوا يمكن بجهوزية تامة للانطلاق. هون الموبايل تبعهم فيهم يخلوهم معهم. ايه اكيد. طيلة فترة الطريق وكل اللوازم يلي بحاجة يعني حتى هن إذا واحد ما معه موبايل منه بحاجة الموبايل، في كتير محلات فوق أصلا ما في إرسال، بس على كل الطريق منتشرين الجيش اللبناني والمغاوير ومنتشرين الصليب الأحمر. عظيم. أنا بدي أشكر وجودك معنا وخاصة أنه نزلت رجع من صنين لحتى تشاركنا. كيف تأس فوق فكرة؟ منيح عليك بعدني بالجاكيت. بعدك بالجاكيت. نحن مصيفين قبل ما نخلص لازم مثل ما أنت قلت قبل انه الجيش اللي منتشر على الحدود لحتى خلينا نعيش طبيعيا. مزبوط. يعني بهذا السبق كمان عم بخلينا نعيش طبيعيا. يعني انت لما نفكر انه قسم المغاوير منتشرين بالجرد وعم يحموا الضيعة اللبنانية، والقسم الثاني مشغول عم بحضر سبق للمدنية. يعني مشان هيك انا بلاقي لازم احنا كلنا نشترك المدنية مثل دعم ومثل نفرجة للجيش انه نحن حدهم، خاصة بهذه الظروف. اكيد. لانه يمكن بغير ظروف مش عايزيننا، بس بهذه الظروف لازم كلنا نكون معهم. أكيد دائما، لأنه نحن الجيش منعوزهم بهالظروف وبغيرها، فوقفتنا حدهم حتى لو معنوية إلى أهمية كتير مزم. كبيرة. أنا بدي أشكر وجودك معنا رجاء سعادة، موفقين نهار الأحد. ومرسي شادي، تعال عنا عصنين. أنا رح أطلع، أنا بصيف بكفرد بين تحتكم بشوي تقريبا عليكم، بتحال عنا موعد معك بعدين مع البارابونت. أيه. ما رح أحكي عن الموضوع هلأ، بدي أتركها شوي لقدام لحتى نحكي عنها. شكرا لك. يلا بون كوراج شادي. ثانك يو. يا هلا. سنة على سنة التحديق والتنظيم عم بيكون كتير منيح. إكسبرينس نشارك مع الجيش إكسبرينس كتير حلوة وما ممكن يعيشها محل تاني. ما يتردد حدا، منشجعه ان احنا اختبرناها ويعيشوا التجربة جدا حلوة، جدا وطنية، جدا راقية. بنحس كل شيء مجهز، يعني وجود الجيش مجهز على المسار. ونحن كصليب احمر منتشرين على كل المسلك الجبلي، بتمنى انا هالسنه يكون في مشاركه كثير قويه بهذا الصباح. بشكر الجيش والمغاويك، بنشجع العالم يجوا يشتركوا، يلي ناطرهم شيء كثير حلو. وهيك صار وقت كلنا نكون مغوير. ما تنسوا الموعد نهار الأحد، فاللي عباله يتسجل ما يتردد أبدا ويشارك
الجيش اللبناني. برنامجنا بتابع، أكيد ما تنسوا الفقرة الأخيرة مع سلام سليم لحتى نحكي اتيكات مع أكثر، ولكن بعد هذا الفاصل ننتقل لعند شيف نادين أسيس. نادين، شو طبخة جاهزة؟ يلا، نحن بلشنا التحضيرات الأولية مبدئيا، وناطرتك شادية لحتى نبلش نحضر الطبخة. عظيم، فإذن أنا جاي ساعدك، ولكن بعد البريك. مشاهدينا، أنتوا إذا عندكم بتنجين بالبيت ومش عارفين شو بدكم تطبخوا اليوم، رح نروح سوا على إيطاليا، فخليكم معنا بعد الفاصل. صباح لبنان. ميسينيزي ميلانزانا هي طبخة التالية اللي رح نتعلمها مع شيف نادين أسيس، فمن دون أي تأخير حضروا الورقة والقلم وتابعونا بفقرة زيست. شيف، صباح الخير. بونجور شارلي، كيفك؟ شو اخبارك هيك عن جديد؟ صباح صباح، ماشي الحال. تمام، يعني انا شفتك بلشت بالتحضيرات من اول حلقه، من اول ما بلشت. مزبوط. وهلا صرنا هيك بدنا ناخذ تفاصيل اكثر عن الاكل، لانه اول شيء ريحه بتشهي بالاستوديو، وهيك مثل ما حمستينا، وخاصه انها طبخه صياميه. صح، هي طبخه صياميه وطليانيه، بس انا ترجمتها على العربي، اسمها على العربي حتى هيك ما ننقص، عرفت شو؟ بس هي اسمها ميسينيزي ميلانزانا. ليش ميسينيزي؟ الميسينيزي هي كيف بنقول بني عربياتا. ميسينيزي هي نوع من المعكرونه، اوكي، بيجي شكلها هيك مثل القمر. هلا اكيد نحن حرين، اذا ما بدنا نعملها بالميسينيزي فينا نعملها بالبني، بالتالياتيلي، بالسباجيتي، ما في مشكل. اوكي، كمان في عنا بقلبها باذنجان، قصيتهم كيوبس، اوكي، ولتيتهم بطحين. هلا بنحكي ليه لتيتهم بطحين وبلشت اقليهم، اوكي. وعنا بصل مفروم ناعم، ثوم، فليفله، بقدونس مفروم ناعم، بندوره كمان، ميس بنحطهم بالاخر، مكعب ماجي خضره، مكعب المرقه، نعم مزبوط. عنا ملح ورب البندوره، بهار ابيض، وطحين حتى نعقد الصوص بتمد معنا اكثر، خاصه اذا عم بطبخ بكميه كبيره. أكيد. زيت زيتون حتى اقلي فيها، حبق بالاخر، بارميجانو مزبوط، وبارميزان، صح. وبالاخر هودي الباذنجانات انا اوريدي بلشت اقلي نصهم، وبعد في عندي نص الثاني. فاذا ميسينيزي ميلانزانا، يلا ما بدنا الا نطبقها. شو اول شيء رح نعمله؟ اول شيء انا هون بلشت اقلي الباذنجان كيوبس. اوكي اوكي، رح شيل هول لانه اوريدي بلشوا يشقروا. الباذنجان كيف قلت لتيني بطحين؟ لتيته بطحين لانه الباذنجان بالشتاء بيكون فيه كميه مي عاليه، فمشان هيك ما يشرب زيت كثير وتما هيك يبطل كريسبي، فضلت انه لته بطحين حتى يضله هيك حاش مقرمش 100%. اوكي، حتى يعني اذا بدنا نقلي باذنجان عادي بقلب البيت فينا نتبع نفس الطريقه، اوكي، هيك ما بيشرب كثير زيت وما بيلشلش الباذنجان معه. نعم. اوكي، هلا هون انا بلشت اقلي الباذنجان، رح احط الباقيين، ورح نبلش بالصلصه تبع المعكرونه. اوكي، هون تقريبا كم باذنجان؟ قد ايه كميه الباذنجان اللي استعملناها بهال هلا يعني. انا عم بطبخ 500 جرام معكرونه الميسينيزي، لل 500 جرام حطيت 300 جرام باذنجان. اوكي، يعني تقريبا، ما هو بحسب كبر الباذنجان كمان. أوكي. بس انه باذنجان كبير. قصيناهم مكعبات، مكعبات مش كثير صغيره بس منها كبيره بنفس الوقت، صح. ولتيتهم بطحين وهلا عم بقلي. هلا شادي رح نبلش بالصلصه. بالنسبه للمعكرونه انا كمان حضرتها اوريدي، سلقتها. اوكي، لما بدي اسلق معكرونه حط طنجره فيها مي، اذا كميه كبيره من المعكرونه مضطره اني احط زيت، وحط رشه ملح، بس تغلي المي حط المعكرونه. اوكي، بدها تقريبا ب 8 دقائق على النار، بدي اياها تضل الدنتي، ما بدي اياها تطلع كثير معجنه. يعني معجنه. الميسينيزي لكل الاشخاص اللي عم يتساءلوا فيهم يلاقوها بقلب سوبر ماركت. يعني حيلا سوبر ماركت. اوكي، بتكون محطوطه على ستاند تبع الباستاز. نعم. اوكي، حد البني والتالياتيلي وهولي كله. اوكي، هلا برجع وبقول اللي ما لقاها بالسوبر ماركت اللي هو بيشتري منها بيقدر يشتري بني يعملها بنفس الطريقه، يستبدلها بحيلا نوع معكرونه حتى نفس الشيء. اوكي، هلا انا شادي رح بلش بالزيت، حطيت الزيتون اول شيء. هلا رح بلش بالبصل، هو روتين الطبخ العادي. بصل قد ايه تقريبا؟ 100 جرام بصل مفروم ناعم. اوكي، مفروم ناعم، وحطيناه مع قد ايه كمية زيت؟ كمان 100 جرام. اوكي، 100 جرام زيت زيتون و100 جرام بصل مفروم ناعم. هلا ما بيحترق زيت الزيتون، كنا اوريدي نحن عم نحكي بالموضوع انه زيت الزيتون ما بيحترق لانه البصل فيه كمية مي عالية. اكيد.
اوكي. انا عندي سؤال يعني هيك من نوع شوي غريب، لانه في كثير عالم يمكن الباذنجان بيلاقوه حد او يمكن ما بيحبوا طعمته، ممكن ينعمل بغير يعني الباذنجان هالطبخه؟ ايه اكيد اكيد، فينا نستبدلها، فينا نستبدلها بالبروكولي، فينا نستبدلها بالارنبيط، يعني اللي بيحب الارنبيط او البروكولي بيقدر يحضر الباذنجان ارنبيط او بروكولي. اوكي بس هون بطل اسمها ميلانزانا، بطلت لانه ميلانزانا هي الباذنجان بالطلياني. صحيح بطلت أوكي. ميلانزانا، بس انه فيها تنعمل، فيها تنعمل بحيلا شيء، بحيلا شيء ثاني. اوكي هلا هون انا ناطر البصل، هيدا الباذنجان بقلبه لانه بلش يشقر من اول ميله اكيد لحد تشد بضلوا كريسبي. ايه صحيح بعدهم كريسبي حتى يلي خلصوا باول فوج بعدهم هيك بقرمشوا. مظبوط بندوقهم بعدين نعرف اكثر الطعمه كمان، لانه عن جد المكونات بجننوا. خلينا نذكر المشاهدين يلي عم يترافقوا معنا انه نحن عم نعمل اليوم ناسي نازي ميلانزانا، رح نشارك معكم بالمقادير لحتى تقدروا تكتبوهم تاخذوا نوت فيهم هيك مع الشيف نادين ذكركم فيهم. يلا لكن اول شيء سلقنا معكروني 500 جرام اوكي. نحن بحاجه للصلصه تبعولها ل 100 جرام زيت زيتون، 100 جرام بصل ناعم بلشت قليهم، بضيف لل 100 جرام البصل ناعم ضفلهم ثوم مفروم ناعم بنسبة 25 جرام بقيمة 25 جرام. بس يبلش يتبل البصل وزيت الزيتون بضيف الفليفله المقطعة جوليان يعني جوانح اوكي، كمان الفليفله 100 جرام. عنا 50 جرام بقدونس ناعم بنضيفه بالمرحلة الأخيرة. عنا بندورة، صلصة البندورة، ومرة الماضية حكينا عن البندورة كيف بعملها وتتخلص من قشرتها اوكي، قلنا بنعملها بلانشير يعني بحط طنجرة بقلبها مي وملح، بس تغلي المي البندورة بجيبها بعملها اكس من فوق كراس وبنزلها بالمي المغلية، بس تغلي لثلاث دقايق لخمس دقايق تقريبا بتقشر لحالها القشرة، بشيلها وبقطع البندورة كونكاسي يعني كيف ما كان اوكي. هيدي صلصة البندورة. نحن بحاجة ل 100 جرام كمان مايس بنجيبه علب عادي، مكعب ماجي خضرة لأنه نحن صايمين، هلا الأيام ما بنكون فيها صايمين بنقدر نستبدل ماجي خضرة بدجاج أو بلحمة أو بلحمة نعم. أوكي رب البندورة لأنه البندورة منا كثير حمراء، بدي أستعين بشوية رب البندورة، بهار أبيض، ملح، الطحين حتى تعقد معي شوي الصوص، حبق باخر مرحله والجبنه على الوجه بس نخلص كل شيء. هذا بالبرزنتاسيون بالاخر. انا بدي اسال عن الرب، الرب هون عم نستعمله يمكن اكثر لتلوين الطبخه اكثر من طعمتها. مزبوط. هلا اوقات نحن لما نعمل الرب بالبيت، رب السوق منه كثير مالح، رب السوق بيجي عادي، بس رب البيت لما يعملوا المدامات بيكون هيك نسبه الملح تبعه عالي. هذا رب التيتا اللي بيكون هيك طيب. عافيك مزبوط. فهون ساعتها بكون لا كمان عم طعم الملح. نعم. يعني لما نطعم استعمل رب كثير مالح بدي انتبه انه ما ملح بالاخر، خاصه انه مكعبات الماجي كمان فيه نسبه ملح، فمندوق نرجع ملح اكيد اكيد. فاذا خلينا نرجع نذكر هنيك شو عم نعمل مع البصل. لكن بصل مفروم ناعم بزيت الزيتون عم نقليه، جانا ضفنا معلش تاتي بالعكس انا سوشيف فهون ما يعني عم بسمع الكلمه اوكي. لكن بصل مفروم ناعم ضفنا عليه ثوم مفروم ناعم، رجعنا بس دبله البصلات والثومات. هلا ضفت الفليفله المفرومه جوليان يعني جوانح الفليفله ممكن مثلا نحط فليفله حمراء فليفله صفراء نخلطها او لا؟ لاقول لك ليش انا ما فضلت ايه لا، لانه عندي الصوص رح تطلع روج اوكي، يعني اذا حطيت فليفله حمراء ما حتبين اورايت، والباستا لونها عبيج سو اذا حطيت فليفله صفراء كمان ما حتبين، وعندي اوريدي الميس اصفر فانا عم بشتغل بمزيج من الالوان، يعني كنت انا بحاجه للاخضر فاستعملت الفليفله الخضراء والبقدونس. وهون فيهم اللي بحبوا شوي الحار فيهم يزعبروا شوي بشي طريقه اكيد فيهم يزعبروا، يعني في كثير عالم بتحب الحار بالاكل يا تشيلي صوص اوكي اوكي يا تابسكو اوكي. هلا اوريدي هي فيها شعره حار صغيره من سبب البهار الابيض بس انه اللي بحب الحار فيهم يزعبر او تشيلي صوص عزوقه عزوقه او من الاساس بحط فليت لحاله صح كمان هيدي هون خلص اودوغام يعني مزبوط. هلا هون نحن شو انا هون حطيت بدنا نقلبهم شوي صغيرة بس هون نعمل النار. نادين هذا طبق يعتبر بلا برينسيبال على المائده،
يلي عم نقدمه أو يعتبر أنتري أكثر؟ لا برينسيبال بحالة الصوم. أوكي. أوكي بس إذا لقى فينا نستعين فيك هيك أنتري أول شيء يعني وورم أب إذا بدك هيك على البوفيات أكثر شيء لأنه بتعرف بالبوفيات بيكون في عالم تاكل لحمة بعالم تاكل الدجاج أو ما بتاكل لحمة ما بتاكل الدجاج مضطرين إنه نحط لهم شيء باستا أو حدا فيجيتيريان مضطرين إنه نحط لهم بلا بتحط سبستيتيود ساعتها هن بيستعملوا كفلا بيكون عندهم خيار يعني لحتى ياكلوا عشان ما يخلوا من العرس زعلانين ما هيك وكارثة يلي بيكون من العرس زعلانين شو ما تعمل للعالم بتضلك مقصر صحيح بالأعراس يعني صارت فعلا بدك ترضى العالم باقصى درجات وخاصه بالاكل مزبوط. يعني هيدا انتم قديه بتعانوا منها بالكيترينج وقديه في تفاصيل بالطبخ مش انا ما رح احكيك عن حدا رح احكيك عن حالي بعرس شادي كنت انا عامل الاكل وكل شيء ما كان في شيء الحمد لله تعالي لحظه نادين العروس بعرسها يعني اجى تحت تعمل شعرها وميك اب والفستان عملت الاكل كمان 450 شخص هلا حاصله مش هون خبريني انه ما كان في تعليق على شيء اكل ولا على شيء كان في تعليق انه شوب انا عرسي كان تموز فشو ما تعمل مع العالم بدون يضلون يلاقوا شيء شيء علقوا عليه صحيح فمشان هيك الواحد يعمل راحته بس اهم شيء وهون راحتنا مع المشاهدين انه تابع صباح الاثنين هذه شغله ما في مهرب منها مشاهدين انا بدي ارجع اذكركم لكل الاشخاص اللي عبالهم يرجعوا يحضروا هالحلقه او اي فقره او حتى يمكن ما لحقوا فقره زاس مع شيف نادين telelibon.com.lb اسم البرامج صباح لبنان كل التفاصيل موجودة لحتى نعمل ريران ونرجع نحضر كل تفاصيل الحلقات الحلقات بتكون مكتوبة بطريقة الأجنبي يعني صباح لبنان حسب الداسة اللي نحن فيها مثلا اليوم نحن قد بالشهر 5 5/2 2015 5/3 صرنا الوقت عم يمرق بسرعة الوقت عم يمرق بسرعة أكيد ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر فيسبوك صباح لبنان وتويتر @صباح لبنان وهاشتاج يامي مع شيف نادين لا بتبدلي مامي هاشتاج هاشتاج يامي مع شيف نادين نادين نحن هون خلصنا الباذنجان اللي بعده شوي كريسبي صح هلا هون أنا الفليفلي دبلت أوكي فهون حزيد البندورة أوكي خلينا نرجع نذكر قد إيه كمية البندورة 200 جرام بندورة اوكي ومنذكر انه منفضل معلش نقشرها للبندوره لانه ثقيله كثير تطلع عم بين القشره بمحل والصوص بمحل لما بيخلص الطبق أكيد. اوكي الرب دغري تلقائيا بتحطيه من بعد البندوره نادين او بس هلا هي اوريدي هي البندوره دبلانه لانه انا عملتها بلانشير اذا مستعملين بندوره بقشره بتنطروا حتى تدبل البندوره حتى تدبل مزبوط ساعتها بنضيف رب البندوره اوكي هلا انا بضيفه لانه اوريدي دبلانه معي صحيح اوكي هنا هون شادي خلينا نستعمل الغاز الكبير هيك لا حتى نعجل اكثر مزبوط هون كل الباستا جاهزه يعني مزبوط جاهزه ومسلوقه وبس انسلقت انا غسلتها بمي مسقعه كثير منيح اوكي واهم شيء نغسلها بمي مسقعه لانه طب ما تعجن على بعضها أكيد. خاصه اذا الكميه كبيره اكيد اوكي هلا حطينا البندوره رح انطر عليها شوي صغيره بس فزن هم بدي ارجع اذكر انه كل الاشخاص اللي عم يتساءلوا انه الماسينازي يمكن ما يلاقوها حدهم وهنا عم يعملوا هيدي الطبخه فيهم يستعملوا اي نوع باستا حيلا باستا سباجيتي البني التالياتيلي انتو حرين صحيح نادين هيدي الطبخه اذا عم ياكلوها بالصيام يعني هي بلا برينسيبال بالنسبه للشخص اللي عم ياكل شو ممكن يلبق بيلا يعني شيء عم بحكي سلاد هون بدنا نعمل سلاد بس اكيد السلاد اللي بدنا نعملها بدها تكون خاليه من حيلا شيء كربوهيدرات يعني نشويات اوكي بدنا نشتغل على الخس على الخيار على البندوره يعني على الفايبرز اكثر مما هو لانه اوريدي فيها قط ماشي تكون سلاد سامبل اللي هي خس وخيار وبندوره وزيت وحمض وملح سلاد تيزو اي مزبوط يعني هذا اسهل شيء اسهل طبق واكثر شيء يكون يمكن موجود عندنا بالبره بكل بيت مزبوط اوكي هلا رح اضيف رب البندوره عظيم بس انا بحاجه شو بدك تسوي اوكي المرأة يلي بدنا نضيفها بأي مرحلة يا شيف؟ يلا هلا بس حتى رب البندورة يدوب بقلب الطنجرة مع البندورة الكمية اللي عم نحضرها تقريبا لكم شخص؟ تقريبا لأربع أشخاص, بس أنا عندكم أكثر شوي أربع أشخاص؟ آه يعني لا أربع أشخاص لأنه لا أربع إذا بدي آكل كيف؟ فضو أوكي هلا
لكن حطينا رب البندوره رح لش طحين ما بكتر طحين لانه اوريدي باستا طحين تقريبا قد ايش ملعقتين كبار ملعقه كبيره ملعقه كبيره أوكي. لانه اوريدي هنيك في عندي باستا والباستا بتشرب بتشرب من الصوص صح. فمشان هيك ما في انا بس حطيت حتى تمد مع الكميه اكثر اوكي هلا مكعب الماجي هون منذكر شادي انه كل مكعبين ماجي منحط لهم لتر مي صحيح اوكي مكعب الواحد منحط له نص لتر مي بدي المي شادي بليز بس المي اللي هون وراي انا كنت عم نبش عليها بس ما عرفت وين حطيها ايه انا حطيتها على ايدي هون لانه معود تحطيها هونيك على ثاني مي اوكي فهلا عم ضيف المي منذكر هون انه لما اكون انا معقده بالطحين كل ما اترك على النار كل ما بتعقد الصوص اكثر اوكي اصلا الاكل الايطالياني يعني قد ايه اخذ قد ايه بياخذ وقته على النار وبيكون هيك عم ينطبخ على الري قد ايه بيطلع اطيب ايه هلا كل شيء مش بس الايطالياني كل شيء بتطبخه على نار خفيفه وعلى رواق بيطلع اطيب بتعرفي هو الايطالياني يمكن معروفين اكثر بهالشغله قد ما هيك عندهم باسيون على رواق كثير ايه ايه وهن اصلا يعني هيك شعب كمان رايق يعني بالطبخ قد ما بحب بطنه مثل اللبنانية مش بس بالطبخ رايقين بكل شيء بكل شيء يعني بتوصل لعنده مثلا اجا هون جروب عاد انه نحن مثلا كلبنانيين وصل لعندي جروب على المطعم اوف يا لطيف ركضوا هن عاد كثير كول عاد كل شيء مقمر كل شيء جاهز لباستا لورا ما في شيء عاد حطينا المي كلها لازمه يعني لازم نحطها نص لتر اوكي هلا رح قوي شوي تحت النار بس حتى تبلش تغلي ورح ضيف البقدونس اوكي بقدونس مقطع مثل التبولة يعني كتير صغير مفروم ناعم بقدونس أوكي. مفروم ناعم قد كمية تقريبا 50 جرام ما هو البقدونس ما بيوزن يعني لما أقول 50 جرام يعني عم بحكي تقريبا عن بيقة بيقة بلا ضلوع أوكي ايه بيقة مفرومة يعني. أوكي فإذن ولا. هونيك يمكن عم تاخد عم ياخد الخليط بعده مع المرأة صح المسينازي جاهزة يعني ما بدنا هي انسلقت انسلقت رجع نذكر لكل الأشخاص اللي هلا بلشوا يتابعونا كيف سلقتيها فإذا حطينا طنجرة فيها مي على النار وإذا عم بسلق كمية كبيرة حط زيت أوكي وملح بس تغلي المي بحط المعكرونة أوكي بنطر عليها 8 دقايق وبشيلها لأنه أنا بديها آل دنتي ما بديها تكون كتير مستوية هيدي ما بعرف إذا بتبين معكم على الكاميرا شكلها مثل القمر اوكي للمسينازي اوكي يعني مثل كانه بني بس مقصوصه بالنص اللي بسمعك تقولي مثل القمر يعني كثير حلوه ايه عفوا يا ريتها شي طبيعي يلا بدنا نجوزك شادي يلا خلص هيك هيك اليوم انا شو سو شيف مش نافع يعني واقف حدك ما عم ساعدي حاسس لا ما عليه بالعكس سليني طيب لكن بقدونس حطيني اوكي كمية البقدونس بدها تكون زاهرة لأنه أنا بحاجة قلت لك أوريدي للون أخضر بقلب الصوص ولا هلا بنطر البقدونس حتى يبلش يدبل يعني حتى يغير لونه بيكون أول شيء لونه أخضر كتير فائع بيرجع بيصير يغمق لونه هون بدي أحكي شوي عن الباذنجان يلي أوريدي حضرناه ونقله قديش هون في إمكانية إذا بدنا نخفف شوي علينا فات انه مش نشوي يمكن نحط شوي زيت بالصينيه بهيك نمسحها نفوتها على الفرن ونفوتها على الفرن كمان ما يكون مقلي كمان بتصير لحظه لقلك شو الترمي اللي انتم بتستعملوه كشفيه ديب فراينج ديب فراينج عين عليك شفتي شو شاف شاطر اي وحيه الله قلت لك انا خلص بدي اعرض عليك ديل حلو تحت الهواء بس لكن هون هلا بلشت تغلي اوكي بس بلش تغلي يعني بلشت تدبل الخضره صح اوكي شو هلا مضيف؟ رح بهر بهار ابيض قد تقريبا الكميه 5 جرام هون البهار الابيض يمكن رح يعطي شوي طعمه مثل ما قلنا قبل حر شوي صغيره حار هلا رح ملح اوكي انا بحاجه ل 10 جرام ما حكيت كثير ملح لانه قلت لكم اوريدي لما اكون مستعمله انا مكعبات الماجي هن مالحين صحيح ورب البندوره اذا كان رب البندوره تبع البيت كمان بيكون مالح فاذا كل مكعب مرقه هو بحاجه لنص لتر مي مثل ما ذكرنا نحن هون استعملنا مكعب واحد صح 100% كوريكت اوكي هلا انا ملحت هلا ضيف المايز
تميز هون قد تقريبا 100 جرام كمان. في شغله هون بنرجع نذكر شادي انه اشتغلنا على الالوان اوكي لانه البندوره حمراء استعملت فليفله خضراء بقدونس اخضر وما استعملت فليفله صفراء او فليفله حمراء لانه الميس اوريدي كمان اصفر يعني اشتغلت على ديجراداسيون تبع الالوان اوكي. هلا خلصنا مبدئيا نحن ناطرينا حتى لي بس تشد شوي وتاخذ بعضها شوي صغيره. هلا هي اوريدي كمان نبلش نحضر البرزنتاسيون يمكن بهالوقت لحتى نربح صح. وقت اكثر. انا يلا يحوي الصحن فوالا. فاذا بهذا الوقت رح نرجع نشوف المقادير على الهواء حتى نرجع نذكر كل المشاهدين نحن لشو بحاجه لحتى نعمل اليوم الماسينازي ميلانزانا. ميلانزانا اوكي. لكن ماكروني 500 جرام يعني الكيس العادي اللي بنشوفه نحن بقلب السوق. نحن بحاجه لزيت نباتي 200 جرام حتى اقلي الباذنجان فيه وبحاجه لشوي منهم كرمال اسلق الماكروني اوكي. نحن بحاجه لباذنجان 300 جرام يعني كنايه عن باذنجانه اوكي. منقشرها كلها سوا منقطعها كيوبز ومنلتها بطحين ومنقليها. عندنا زيت زيتون اوكي 100 جرام، بصل ناعم 100 جرام، ثوم ناعم 25 جرام، فليفله خضراء جوانح كمان 100 جرام، بندوره 200 جرام من بعد ما تكون عملتها بلانشير يعني قشرتها اوكي. وعندنا رب البندوره 25 جرام. هلا شادي لكان عندنا بنكمل بهار ابيض 5 جرام، ملح 10 جرام اوكي. وعندنا الحبق باخر شيء، وعندنا مكعب ماجي اوريدي حطيناه، عندنا جبنة البارميزان كمان بالاخر بدنا نزيدها، اوكي وحطينا 100 جرام مي. عظيم. فوالا. صار فينا نعمل برزنتاسيون. صار فينا نعمل البرزنتاسيون. اللي هي جزء كثير مهم من الاكل، نص أوكي. الطبخة تقريبا. نص الطبخة. هلا شوف يا شاد شو احنا. هي المعكرونة هون، وهيدي الصلصة هون. اوكي. رح نبلش نشيل. قولي اذا بدك لا انا بدي ازيد بس الدفوطه انا وهي الفوطه هون بدك تخلطيهم معها او تحطيها بدي اخلطهم أوكي. بدي ازيد الصوص على المعكرونه رح اترك شويه صوص لتزعبر اوكي. فاذا اوكي عظيم رح ضيف باقي الصوص كمان يلا صار فينا نسكب يمكن نازي يلا اون سكوند بس نحط هولي يلا ما بقى عنا للضابر ما بقى عنا للضابر هلا بنضيفهم بالاخر انا ترك لكم مكرونه على جنب عظيم هيدا شاف تفهم علينا اذا فينا نضرب شوي الطنجره لحتى يقدر المشاهدين يشوفوا الخليط اللي صار عنا وحتى نسكبها اوكي صار فينا نسكب لحتى نربح وقت اكثر اكيد بذكر المشاهدين انه بعد شوي نحن على موعد مع فقره اتيكات مع سلام سعد اللي صارت موجوده معنا بالاستوديو كمان بدك على يدك هيدا هيك يمكن اسهل لك يلا اذا ماسينازي ميلانزانا ريحتها بتشهي على فكرة هيدا بعد ما حكينا عن الطعمة الطعمة ومزيج الانجريديون عظيم ما ريحته كله شادي هلا رح اجرب تاني خليني اقرب لي بس شوي بعد شوي وي عظيم اوكي هلا شو بدنا نحط هلا؟ بدنا نرش الحبق الحبق قبل وي اوكي قد ايه حبق تقريبا؟ ولا رشة هيك الحبق للكمية كلها نحن بحاجة لعشرة جرام والباذنجان الباذنجان على الوجه ليش ما خلطته معهم تحت لي كمان عم نرجع بنقول انه يضلوا كريسبي لانه كل شيء بتزيدوا له سوائل كل ما هو ليش هون اكيد يمكن مش بحاجه لكل الباذنجان لا لانه تركنا كميه بالطنجره كميه صحيح بعدها بالطنجره ولا وتشيري اون توب مثل ما بيقولوا هو البارميزان يلا البارميزان هو اكيد اللي بحب اكسترا بارميزان ساعتها بحط هو بصحنه
وهيدي هيدا شاري عن طب لدك هيدا الصحن صار جاهز عظيم. فإذا ميسي نازي ميلانتانا ميسي نازي ميلانتانا جراتسي ميلي شيف نادين يور ويلكم. نحن بنرجع بنلتقى فيك بكره ان الله راد مع شيء كثير طيب ان شاء الله وهاشتاج يامي جديده. ايه يلا ان الله راد. شكرا لك شيف نادين أفيك. اهلا وسهلا شيف. اوكي مشاهدينا صباح لبنان بتابع عنا بعد فقرة أخيرة بدنا نحكي فيها اتيكات لليوم. بدي أقول صباح الخير لسلام سعد. صباح الخير. صباح الخير شادي. شو أخباري؟ أنا منيحة. كيف معها الطبخة الريحة واصلة لعنا؟ سلام. شو رح نحكي اليوم خلال الفقرة الأخيرة؟ اليوم شادي رح نحكي عن اتيكيت عيد المعلم. نهار الاثنين رح يكون عيد المعلم بلبنان ونهار الجمعة أغلب المدارس رح تحتفل بهالعيد. اليوم بدنا نعطي شوية ملاحظات للاحتفال بعيد المعلم. عظيم. فإذا أنا رح أنضم لإلك بعد البريك لحتى نختم الحلقة سوا ونحكي اتيكات وشو في أحلى من هذا الاتيكات. صحيح. أن أكون معك بآخر فقرة. سلام مشاهدينا تابعونا صباح لبنان بالفقرة الأخيرة نو زابينج. خليكم معنا. نرجع لحتى نتابع صباح لبنان بالقسم الأخير. عيد المعلم هو عيد كل سنة نحتفل فيه. من منا ما بيتذكر معلمة أو أستاذ طبعه حياته بعدنا لليوم أو منتذكرهم يمكن منتضحك على أخبارهم أو بعدنا هيك موجوعين من قصصاتهم ولكن هيدا أحلى أيام بتمر بحياتنا. عيد المعلم بيبدأ يعني من بكرة من نهار الجمعة خاصة أنه المدارس كلها رح تعيد كل سنة بتسعة أدار. هو موعد ثابت. أكتر شو الاتيكيت تبعه مع سلام سعد من آخر فقرة. سلام صباح الخير. صباح عن جديد. صباح الخير شادي. كيفك؟ شو أخبارك؟ ماشي الحال. ماشي الحال. نحن اليوم عم نحكي عن عيد المعلم يلي بيصادف نهار الاثنين ولكن التحضيرات يمكن خلص صارت ماشي وكل المدارس بتحتفل يمكن قبل الويكند بهالعيد يلي مصادف سنة نهار الاثنين. صحيح. يعني بيكون في عندهم جمعة للاحتفالات يلي بتصير بهالمدارس من حفلات بيعملوها الطلاب إلقاء كلمات تحية لأساتذتهم إذا كانوا بعده عم بيعملوا هيك وتقديم الهدايا للأستاذ. بيكون نهار الجمعة بياخذوا ويك أند ومع نهار التنين عطلة. أغلب المدارس بلبنان رح تكون معطلة نهار التنين. فعيد المعلم فينا نقول فعليا بلش من بكرة يعني لحتى يحتفلوا بهالمهنة السامية لأنه عن جد المعلم هو شخص يلي بيوصلنا للي نحن فيه اليوم. يعني إذا قلنا إيه أو لا هيدا هو هي الحقيقة يعني. صحيح. مثل ما بيقولوا. هل نحكي شوي عن 9 أدار. ليش تم اختيار هالتاريخ تحديداً لننطلق منه يعني ليش هالتوقيت؟ بتعرف شادي بكل أنحاء العالم ما في عيد موحد لعيد المعلم. يعني كل بلد في عندها تاريخ محدد بتحتفل فيه بعيد المعلم وهو من الأعياد الحديثة يعني منه عيد قديم عنا. عيد بلش بالخمسينات لما سيدي راسلت إليانور روزفلت وهي زوجة الرئيس الأمريكي تلفت لنظرة أنه هيك لنعمل شيء نكرم الأستاذ لأنه كتير مهمين لمجتمعاتنا. لأنه الأستاذ مش بس بيعطينا أمور علمية بيعطينا كمان بيرسم حياة المستقبلية للأجيال كافة. فإليانور روزفلت رفعت هالأمر للكونغرس وبالخمسينات ببداية الخمسينات أقروا عيد المعلم وصارت البلدان تأخذ العيد وتعطيه بحسب التواريخ اللي عندها. كل بلد بياخذ نهار محدد بيكون إما لولادة حدا عظيم عنده أو لمناسبة إلى علاقة بالأدوكيشن أو بالتعليم. بلبنان ما عندي فكرة صراحة. حاولت أبحث ليش 9 أدار ما كان عندي فكرة ولكن اليونسكو سنة 94 أقرت يوم المعلم العالمي وهو اعتبرت أنه هالنهار بيكون توحيدا لكل الأيام لعيد المعلم بكل أنحاء العالم. اختارت أكتوبر يكون يوم المعلم العالمي ولكن بكل أسف ما عنا إياها التزاما باليونسكو. بعدنا بلبنان بنحتفل بتسعة أدار وبكل دولة عربية أو أجنبية عندها نهار مخصص لعيد المعلم. بتعرفي إذا بدنا نحكي عن عيد المعلم دايما كل سنة بيكون في هم عند الأهل شو بدنا نهدي وكيف بدنا نكرم هالمعلم. هون شو الاتيكيت سلام بهالموضوع؟ الاتيكيت بتقول إنه عيد المعلم هو واحد من الأعياد الجدا مهمة لأولادنا
لأنه من خلالهم منبلش ندربهم على عرفان الجميل وتشكر مين عم بيقدم لنا خدمات للأولاد. يعني الولد بهالعيد بيعرف أنه هالأستاذ عم بيعطيه دروس لحياته المستقبلية، عم بيرعاه، عم بيهتم فيه، فبالتالي أنا عم جيب لك هدية لأشكرك. فإذا الطفل من هو صغير عم يتعلم الشكر والامتنان، وكمان بطريقة أخرى عم نعلمه كيف يختار هدية ضمن ميزانية. نعم. لأن الأهل لازم ياخذوا أولادهم، يفضل يكون الابن معهم أو البنت لحتى يختاروا الهدية لأستاذهم، يكون في engagement أو نخليه يشارك معنا أنه أنا رح روح أنا وياك نشتري كادو بميزانية محددة وخليه هو ينقي. هيك بيكون صار فينا أو الطفل بلش على خطوات الرد الجميل بنوع من الهدية. يعني هون قد ما مفهوم خاطئ، حتى لو بدي قاطعك، وقت الام بتروح هي، يمكن هون عم بحكي عن الاشخاص اللي حالتهم ميسوره. نعم. لانه بالنتيجه الواحد الهديه ما لها اي صحيح. رمز قد ما كان سعرها، انما هي الواحد مجرد انه فكر بالثاني. بس هون يمكن عندك اشخاص بياخذوها اكثر بحب التباهي، يعني لما صحيح. تروح الام بعيدا عن طفل يلي هو معاشر هالاستاذ او هالمعلمه وبيعرف عنهم اكثر، تشتري هدايا من محل كثير ثقيل باسعار كثير كبيره وتحطهم هيك بسله او بطريقه معينه وتجي توزعهم. يعني هون هالفوقيه يلي كمان ممكن تنعطى، قد بتكون سخيفه وقد بتكون بلا طعمه، بتكون فوبا ممنوع منعا باتا. واحده من قواعد الاتيكيت لهدايا عيد المعلم انه ما تكون الهدية غالية الثمن، لأنه كل ما كانت غالية الثمن تعتبر كأنه رشوة مبطنة للأستاذ. صحيح. يعني بالتالي أنا عم بعطيك هدايا كتير اهتم لي بابني. واحدة من القواعد الأساسية أنه ممنوع تكون الهدية غالية الثمن، لازم تكون تقريبا مجموع 4-5 أيام من مصروف الطفل. هي هدية رمزية مش أكتر. فبالتالي القاعدة الأساس الهدية رمزية، ممنوع نجيب هدية غالية الثمن نهائيا. القاعدة الثانية بتقول أنه لازم نخلي الطفل هو اللي يختار الهدية وهو اللي يقدمها للمعلم. هون اختيار الهدية، يعني الهدية لازم تكون شيء شخصي أو فيها تكون شيء رمزي للعيد، يمكن ألم، أو لأنه في كتير أشخاص بيروحوا باتجاه أنه يجيبوا مثلا ميك أب أو شيء شخصي للمعلمة أو حتى للأستاذ، ممكن ما تستفيد منه أو تضطر أنها تبدله، أو لأنه بيوصل لك كتير هدايا. كل أستاذ عنده تقريبا 30 تلميذ بمعدل صفه، يعني وشي 30 مج لح يجي هون السنة. فبالتالي صحيح في هدايا كليشيه الولاد بيقدموها لازم نقبلها. نعم. ولازم نقول نحن بهالعيد الأساتذة ما لازم يكونوا حاطين ببالهم توقع يجيهم هدية كتير غالية أو هدية بمعنى أنه كادو رسمية. هي جست أنه أنا عم بتذكرك، جست صغير مني لقلك عم بقلك هالكادو. ممكن تكون الهدية من أي نوع بقد الميزانية تاعت الطفل، ولكن مش لازم تكون كتير شخصية. دايما بنقول الهدية الشخصية بنبتعد عنها مع المعلم، بتكون هدية عامة مشتركة، جادجت ممكن يستعملها، برفيومز وميك أب إتسترا يفضل لا، كل شيء شخصي يفضل لا، عام إيه فينا نستعمله. هلأ في ملاحظة بدي وجهها، أنه في مؤخرا بعض المدارس عم تودي رسائل للأهالي وبتقلهم أنه رجاءا جاي عيد المعلم ما بدنا تجيبوا هدايا للأساتذة، ولكن فيكم تتبرعوا بمبلغ هالقد لحتى نجيب نحن هدايا للأساتذة. هيدا ممنوع نهائيا خارج إطار اللياقات، لأنه ما فينا نذكر حدا أنه تعا هديني، يعني ما بحق لحدا يقول هديني بهالمناسبة. بالتالي ممنوع على المدارس اللي عم تودي هالملاحظة أو هالرسائل توديها، لأنه تخرق الأتيكات ولا الأعراف الاجتماعية. ما بنطلب هدايا حتى المصاري. أكيد. وبالمقابل في بعض المدارس يلي عم تودي رسائل بتقول أنه نحن ممنوع حدا يجيب هدية للأستاذ، بتمنع المدارس يعيدوا إلغاء هالقرار، لأنه بالتالي الطفل خليه يتعلم يهدي ويشكر الأساتذة اللي عم بيساعدوه ويحددوا أنه فينا نتهيدا، وخاصة أنه صار لأعراف وصار لسنين عنا بلبنان كل تلميذ بيهدوا الأساتذة وما حدا صار عنده مشكلة أنه هذا وما هذا إتسترا. صحيح. يمكن هون كل واحد على قد ما هو صحيح. قادر. هون مثل ما قلنا رمزية الهدية صحيح. أهم بكتير من قيمتها المادية. بدي أحكي عن توقيت الهدية، يعني الأشخاص اللي بدهم يهدوا معلمتهم، في عن لصفوف صغيرة بينعمل حفلة يمكن أوقات صحيح. كبيرة، أو الأم بتروح على المدرسة خصيصا، كيف لازم يصير الموضوع؟ ما لازم يكون في تدخل من الأهل، هي علاقة بين التلميذ
والمعلمين. فبالتالي مش لازم الأهل يروحوا، بعرف أنه في أهل بيروحوا على المدرسة ليهدوا بعيد المعلم، ما إلهم علاقة الأهل. نعم. عادة نهار الجمعة في كتير مدارس بتكون عاملة احتفال، في كتير طلاب بيصيروا بمراحل متوسطة أو ثانوية هن بيصيروا يجيبوا مأكلات من البيت، كل واحد بيحدد شو بده يجيبوا، بيعملوا حفل الأساتذة بحسب المدرسة وشو عم تعمل، ولكن ما إلهم علاقة الأهل، هي فقط بين التلميذ والأستاذ. هون كمان ملاحظة أنه مش إذا أنا ابني بهالصف لازم أجيب كادويات لكل الطاقم التعليمي، بحق لي الطفل يختار او الولد فيه يختار استاذ او معلمه او اثنين او ثلاثه مفضلين عنده. فاذا مش ضروري بالقاعده تقول انه لانه انا ابن تلميذ لازم اجيب هدايا لكل الاساتذه، لا، بنختار اللي بيحبه الطفل وبنهديه، ولكن مع ملاحظه انه لازم يتعيدوا كل الاساتذه، مش بس كل الاساتذه، عيد المعلم لاي شخص بيهتم باولادنا خارج بعيدا عن وجودنا. هذا اللي بدي اوصله، يعني لما نكون احنا موجودين مين عم يهتم باولادنا هو كانه مدرس لنا. يعني المربيات بالحضانات لهم دور بهالعيد، بنعيدهم. حتى سائق الباص اللي بياخذ الاولاد من والى المدرسه نوعا ما عم بيهتم باولادنا، بدنا نخلي الطفل يعيدهم. وبالنسبة للناظر وأي شيء، يعني أي حدا عم بيهتم بولادنا اللي بيعطوهم دروس إضافية أو نشاطات لمنهجية كمان بيطلع لهم معايدة. فبالتالي نخبر الولد إنه اختار استاذ استاذين ثلاثة بدك تهديهم ونقدمهم كدويات، ولكن منشدد عليه إنه كل هالأشخاص يلي عم بيهتموا فيك لازم تعيدهم. يعني هذا شغلة كتير مهمة. على كل حال المعلم هو إنسان ناشط بمجتمعنا، وهو عن جد بيستحق التقدير والتكريم بهيدا النهار. مثل ما ذكرنا كمان بدي أرجع أشدد أنه هون الهدية المعنوية أهم بكتير من الهدية بقيمتها المادية. بدي أضيف بس نقطتين. أكيد أنه الأساتذة مش بس بعيد المعلم يحتفى فيهم، فينا نقدم لهم هديات بالأعياد المهمة الكبيرة، أو فينا نتذكرهم ولازم نعيدهم، ولكن ما بنعيدهم بأعياد ميلادهم الخاصة، خاصة من تلميذ لأستاذه. إذا كان مجموع كصف ممكن نعيده، ولكن بعيد على صعيد شخصي لا. والنقطة الثانية، بتخيل أهم هدية ممكن يتقدم له للأستاذ هي احترامه وتقديره والتعامل معه بلياقة ولباقة على مدى العام. فبتمنى من كل الطلاب يعيدوا مع أساتذتهم، ولكن يحترموهم على مدار السنة، لأنه ما ننسى هن اللي عم يغزروا فينا العلم والمعرفة والأدب والسلوك. أكيد، يعني هذا تحية لكل معلمة ولكل أستاذ وصلونا للي نحن فيه اليوم. صحيح. وانا هون بدي اوجه تحيه لكل استاذ مرق بحياتي، لانه عن جد كانوا مميزين وبعدنا على علاقه فيهم لهلا وعلى تواصل، وبحبهم قد الدنيا. ومن أكيد. كل واحد يعني اذا بدي اراديا او لا اراديا انا اخذ منه شقفه كثير صغيره. اكيد اكيد بنحييهم وبنعيد الجميع، وانا كمان بدي اعيد اساتذتي. ومن كل شخص اعطاني فكره او معلومه وصلتنا لنحن فيه ينعاد على الجميع بالخير. اكيد، شكرا لك سلام سعد. دائما فقره الاتيكيت متعه، لانه بتعطينا تفاصيل هيك بتخيطيهم بطريقه ما تضايقنا ابدا انما يكونوا على قياسنا. شكرا لك. كلك ذوق. ميرسي. يا هلا. مشاهدينا لهون بيكون وصل صباح لبنان لختام، واكيد ما تنسوا صباح لبنان يوميا من 9 ل 11 ونص عبر تلفزيون لبنان. لقائنا دائما بيتجدد. انا بتمنى لكم نهار حلو ممتع، نهار تكونوا عم تقربوا فشخة لتحقيق الحلم يلي عبالكم تحققوه بحياتكم. هيدا إذا ما حققتوه بلشتوا تحلموا حلم تاني، وما تنسوا عبالكم تغيروا شي بحياتكم. أكيد دايما بضل في وقت. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء.